صباح الخير مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بقيت الأجواء الليل الماضي شديدة البرودة في العديد من المناطق، واستمرت الفعالية الجوية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة على وجه التحديد. اليوم الأجواء تبقى باردة، المملكة تبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة. أجواء بشكل عام غائمة في أغلب الأوقات، غالبا غائمة. درجة الحرارة في العاصمة عمان حوالي تقريبا كحد أقصى 7 درجات مئوية. هناك احتمالية لبعض الزخات المطرية المحلية والعشوائية الطابع، لا سيما في ساعات ما بعد الظهر. تبقى درجة الحرارة ملموسة متدنية للغاية، 4 درجات مئوية كحد أقصى خلال ساعات نهار هذا اليوم. نستعرض مساوية الأحوال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة، ونبدأها في المناطق الشمالية. إربد أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة ضعيفة للأمطار في إربد اليوم، درجة حرارة 9 درجات مئوية. في عجلون هناك فرصة للأمطار في ساعات ما بعد الظهر، درجة حرارة تقريبا حوالي 7 درجات. في جرش 8 درجات، وفي المفرق 9 درجات، لكن نلاحظ تدني درجات حرارة في ساعات الليل. في كل من عجلون وجرش هناك فرصة للأمطار في ساعات ما بعد الظهر. المناطق الوسطى من المملكة كذلك الأمر، أجواء باردة للغاية غالبا غائمة، هناك أمطار محتملة في ساعات ما بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. في البلقاء على سبيل المثال درجة الحرارة تقريبا 9 درجات، في مأدبة 9 درجات، البحر الميت غائم جزئي ودرجة حرارة تقريبا حوالي 15 درجة مئوية في ساعات النهار، العاصمة عمان 7 درجات مئوية، وفي الزرقاء 9 درجات، وتكون الفرصة مهيئة لبعض الأمطار المحلية في ساعات ما بعد الظهر. في المناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك 5 درجات مع فرصة لبعض الأمطار المحلية بعد الظهر، في الطفيلة 6 درجات مئوية مع أيضا نفس فرصة الأمطار بعد الظهر، وربما تسقط بعض الزخات الثلجية فوق جبال الرشادية والقادسية في محافظة الطفيلة، ليلا تنخفض إلى 2 درجة. في عموم جبال الشراء تكون الفرصة مهيئة لبعض الزخات الثلجية غدا مرة أخرى خلال ساعات النهار، درجة الحرارة العظمى كحد أقصى 2 أو 2 درجة، تنخفض ليلا إلى 2 تحت الصفر. في معان درجة الحرارة 7 درجات كحد أقصى الصورة 0 مئوية، تكون الفرصة ربما مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار. وفي خليج العقبة أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة 15 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 8 درجات مئوية. المناطق الشرقية تبقى رويشة تحت تأثير بقايا هذا المنخفض الجوي، العظمى 9 درجات مئوية، أجواء باردة، تنخفض إلى 1 درجة مئوية في ساعات الليل. في الصفاوي 11 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 2 درجة مئوية، وفي الأزرق 12 درجة مئوية نهارا، تنخفض إلى 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار في المناطق الشرقية من المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، إلى اللقاء.